إله إلا الله، لا إله إلا الله. إنه الحديث عن الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، هي أخف الكلمات نطقا وأخف الكلمات كتابة، وهي أثقل كلمة في الميزان. من أجلها خلق الله السماوات والأرض. أفضل ذكر نذكر به ربنا، أفضل كلمة ندعو بها إلهنا، نلجأ بها إليه، نستمطر بها رحمات ربنا، نسترضي بها خالقنا. أتعلمون ما هذه الكلمة؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هي أعظم كلمة. كلمة لا إله إلا الله لها قيمة كبيرة. أفضل الذكر لا إله إلا الله. خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ما من نبي إلا كان يدعو إلى أنه لا إله إلا الله. الكلمة المباركة التي من أجلها قامت السماوات والأرض، والتي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل ونصب سوق الجنة والنار، كل هذا لإقامة هذه الكلمة. أوصى نوح ابنه قال: يا بني أوصيك بلا إله إلا الله، فلو كانت السماوات السبع والأراضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لو أن هذه الكلمة اختلطت بدمائنا، ملأت عقولنا وقلوبنا وأسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا وألسنتنا، هذه الكلمة تبدد الغفلة، بل بتحرم جسمك على النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار. طيب انت عرفت معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود في الكون بحق إلا الله. هذا هو التوحيد، لابد أن تتعلمه. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم فعل أمر، أنه لا إله إلا الله، إذن يتعين ويتوجب على كل مسلم أن يحصل حقيقة التوحيد بالعلم. عاوزك توحد الله كده وانت جالس كده قدامي، املأ قلبك بيه، عود لسانك لا إله إلا الله، علشان لما تيجي تموت إن شاء الله يكون لسانك متعود على لا إله إلا الله. حالا قل يا مسلم: لا إله إلا الله، لا إله